ديال اتحاد سيدي قاسم. واتحاد سيدي قاسم من الفرق الكبرى اللي لعبات في المغرب، وعطات فرق وعطات لعابه كبار. وانا كرئيس عصبه ما خاصني حتى فرقه ديالي تطيح للدوزيام تدخل ليكسيلونس، انا خاصو يطلعوا بحال ستاد ماروكان طلع لي العام الجاي للدوزيام ديفيزيون. سيدي قاسم نشوفوا كيفاش غنديروا باش نصوفيها بالحلول، والى قبلوا الاقتراحات ديالنا والحلول ديالنا راه مزيان. بينا سيدي قاسم خاصها تكون فريق تيكون، ما خاصوش ينتدب ولكن ينتدب لعابه كبار. ونتمنى التوفيق للمكتب ديال سيدي قاسم، ونتمنى لهم بان يوليو يديروا نتيجه ايجابيه، باسكو ما بغيتش انا سيدي قاسم طيح. انا كرئيس عصبه جهه كرويه ديال جهه الرباط سلا قنيطره ما عندي حتى ربح طيح ليا فرقه ليكسيلونس. ونتمنى بان هذه الندوه يكونوا الناس ايجابيين ويلقاو حلول ايجابيه يكونوا يلقاو حلول ايجابيه للاتحاد سيدي قاسم. وحنا راه عائله كبيره كرويه، ونتمنى التوفيق والمستقبل احسن للنادي باش يبقاو في قسم وطني الثاني ان شاء الله. مي لونتونت ايل اكزيست بيسكو هما فون بارتي دو الغرب العصبه، العصبه في بارتي دو سيدي قاسم. Nous sommes une grande famille, on est 150, on a 150 nadif, 150 ou 160 nadif dans le Jiha. الناس المسؤولين السلطات والمنتخبون خاصهم يهتموا بالكرة ويحلوا المشكلة ديال الملعب ديال سيدي قاسم. خاص سيدي قاسم يستقبل في بلادها قدام جمهورها. ونتمنوا التوفيق لاتحاد سيدي قاسم، ونتمنوا التوفيق للمكتب برئاسة الرئيس ديالهم. والنجاح ان شاء الله، ويبقى في الدوزيام ديفيزيون هذا العام والعام الجاي علاش لا ما يلعبوش على الصعود القسم الثاني.